فصار الميه نزلت من فوق عليهم بغدير، شافوا الاطفال اولاد اخوي، شافوا الاطفال على وجه الميه، نقدوا منهم خمسه وطلعوهم، ضربوا عينهم، لقوا كمان واحد هيك، راحوا لحقوا الاخوان الاثنين، مسكوا الطفله وعبط في عمود، عبطوا والميه زاحته، شايف زاحته الاثنين، اجى اخوه مسكوا تينقذوا اخوه واخذته الميه، والثاني برضه كمان اجت الميه القويه عليهم، جرفت البنت وجرفت ابن اخوي الاخير، فواحد بين منهم، ولحتى الان ما بين الرابع، هم اربعه، اثنين بالمستشفى هيهم وواحد هيهم متوفي، وبنستنى في الرابع، ولحتى الان الرابع ما وصل، وقاعدين بدوروا عليه، ما احنا عارفين وين صار.